مساكم الله بالخير مشاهدينا، حياكم الله في حلقه جديده من برنامج مبدعون، ومن خلال هذا البرنامج ناخذكم في جوله نتعرف على المبدعين في الرياضات والهوايات اللي عندنا. واليوم معنا واحد من المبدعين في رياضه كره السله. نرحب بضيفنا نواف الفضلي. نواف مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف حالك؟ طيب خير. أنا بكتك الحين من التمرين. حلو. عشان أخذ اللقاء وترجع مرة ثانية للتمرين. شاء الله. أنتم في هالفترة هذه فترة معسكر. أي نعم. عدل؟ أي نعم. معسكر داخلي. أي نعم. فالتمرين ما شاء الله عندكم طويل. طويل أي نعم. يعني تتمرنون. بريك، تردون تتمرنون. عدل؟ أي نعم. الله يعطيكم العافية. راح نتكلم عن التمارين وأنواعها وكذي. لكن قبل لا ندش في هذه الرياضه ابي اتعرف على نواف. حلو. نواف شنو الرياضات اللي مارستها غير كره السله؟ السباحه. حلو. الملاكمه. ممتاز. وكنت احب الطائره لكن ما دشيتها. ما دشيتها. ما دشيتها. لعبتها جربتها بالمدرسه شيء مخيم. مخيم اوكي. أي صح لازم. اوكي. بس ما دخلتها. ما دخلت. انا كنت جاي هنا عشان ادخلها بس دشيت دشيت صاله غلط؟ اي والله دشيت صاله السله غلط. ابوي يقول لي خلاص العب سله انجسم سله ولا لا صاله خليكم على الصاله قعدت يعني صدق هالموضوع اي وانا يعني كنت جاي عشان لان كنا صاله الطائره يمين ويسار في واحد برا قال لي هذه صاله الطائره ايه دشيت طلعت سله وقال لي خلاص العب ما تطلع تبارك الرحمن ما شاء الله عليك نواف انت من يعني فيك طول تبارك الرحمن على عمرك عدل اي نعم ودائما المدربين خصوصا الطائره والسله واليد صح يدورونكم ادواره اي جوني بالمدرسه عدل اي واجد حق ثلاث العاب اي جوني ثلاث العاب هذا شنو الصعوبات اللي واجهتك نواف في البدايه يعني الشغلات اللي حسيت انها اي والله صعبه هذه يبيلها تمرين يبيلها ممارسه اللي هي المهارات اي هذه اللي ايوه البتوين هذه كانت صعبه اي واحد بيلعبها صعبه إيه؟ في ناس ثانيين عندهم شغلات ثانيه تكون اصعب الشوت ما يوصل صح انا اول ما دشيت كنت ما اوصل ما توصل سالت الكابتن قلت له ليش كلهم يوصلون وانا لا كان يقول لي هم قديمين وانت جديد ان شاء الله بعدين راح توصل ضاق خلقك اول شيء ها ضاق خلقي حيل انه ليش يوصلون وانا لا اكثر مني قاعد يوصل إيه انا ما ليش كذي بس ما ادري فهذه من الشغلات اللي ما راح تجي الا بتمرين صح 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 الدربل ما بوشت وياك اول اول شيء ما كنت اقدر اسويها عدل بعدين مع التمرين قمت الحمد لله اطبقها عدل خلاص طبقتها الحمد لله الحين ايش قدر صار لك سنتين ما شاء الله يعني صملت والله قعدت صملت قعدت بهالسنتين ايوه وقاعد تشارك وقاعد تلعب وخلاص احس انك كنا بديت او حبيت حبيتها من طرف نادي النصر والله لان دشينا دوري اول ما دشيت كنت 13 سنه تحت 13 سنه دشينا خذينا الثاني حلو ما كنت متوقع ان راح ناخذ مركز خذينا الثاني حبيت السله خلاص حسيت اني حققت فيها شيء بس فلازم اكمل اي ابيها حلو ممتاز كل لعبه تتميز بان اللاعبين اللي فيها كل لاعب بمركز حلو خمس لاعبين في السله حلو صح خمس مراكز مختلفه أي صح أي. شنو المركز اللي لعبته والمراكز اللي جربتها أنا طويل الحمد لله فلازم تحت السلة تحت السلة ما جربت غيرها سنتر من البداية من البداية خليك من صانع لعب وينج شوتر سنتر. خليك تحت السلة احجز واخذ الكرة اخذ الكرة وطق فهذا كان من البداية لليوم اي نعم ومستمر في هالمركز اي نعم الحين للحين انت مستمر تحس انك مبدع في هالمركز مع التمارين الجاية ان شاء الله ابدع اكثر من الحين ان شاء الله يا رب ان شاء الله إذا بنتكلم عن الموسم اللي طاف. حلو. الموسم اللي طاف حققته الثاني الثاني على الكاس. في مباراة من المباريات حسيت نفسك أنت هني هذه مباراتي التوب اللي سجلت فيها بدعت فيها لعبت فيها عدل؟ إي نعم في أي مباراة كانت؟ قبل تحت 13 سنة. كان تحت 13 سنة. مباراة ودك تشيلها من قاموسك ما بدعت فيها ويومها ما كنت زين. ما ودي أذكر النادي. في مباراة لا لا تذكر النادي وقتها انا كنت مريض ومواصل وجاي المباراة والكابتن كان قاعد يزفني لاني كنت مواصل
واقول له يقول لي مالي شغل انا، هذه مشكلتك. صح. ووقتها كنت ان ليتني ما جيت. فالتركيز صفر. صفر، ما قاعد اسوي شيء، انا ما ادري ايش كنت قاعد اسوي. فهني قلت ان شاء الله يعني ما ادري. يعني الرياضه هذه نواف مو بس ان عندك لياقه بدنيه وقوه جسمانيه. صح. الى تركيزك كان تركيز ومخ، هذه لازم. لازم. مو موجودين؟ اذا مو موجودين ضع. اذا 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 ناقصين شويه ضيع. خلاص. خلاص. ضيع المباراه. في يعني في اقزام منتخب وكذي، مخ ما حد يقدر لهم، مخ مع انه ما في طول، ما في طول بس مخ، بس ما شاء الله مخ وتركيز لا. ولا فهني انت تضيع وتضيع اللي معاك. اي نعم. اي نعم. هني بعدها اللاعب لما يمر في نفس هذا يعني خلينا نقول المباراه في نفس هذه الظروف، شلون يتجاوزها في المباراه اللي بعدها؟ شنو لازم يسوي؟ يعوض عن اللي راح ويتمرن اكثر ويعدل نومه ويعدل اكله. مهمين هذول، المهمين نوم اكل. اكل ارق، تاكل ما تاكل ارق في تي ما في. ايه تاكل واجد ثقيل، تكون ثقيل. فلازم تعدل اكلك ونومك. طموحك الموسم القادم شنو راح يكون؟ طموح نادي النصر ان شاء الله الاول تحت 15 سنة، ان شاء الله ناخذ الاول. حلو. في الدوري ولا الكاس؟ اثنين هم ان شاء الله. تبي الاثنين ان شاء الله. حلو. طموح نواف الفضلي في هذه الرياضه شنو؟ ودي ادش المنتخب الحين. الحين كطموح ودي اروح المنتخب، وبعدها عاد نطمح حق الشيء الاكبر ان شاء الله. يا رب. ان شاء الله. الشيء الاكبر شنو رايك؟ العب برا. حاط ببالك هالشيء؟ ان شاء الله. شغف خارجي. ان شاء الله يا رب. انتم قدها ان شاء الله، واحنا لاعبينا دائما مبدعين ويقدرون ان يلعبون في اي مكان في العالم. تتابع الـ NBA؟ قليل، ما مو واجد. تتابع تشامبيونز ليج؟ شنو تشامبيونز ليج؟ تشامبيونز ليج كرة قدم، دوري ابطال اوروبا. اوكي، كرة قدم اتابع. تابع دوري ابطال اوروبا. الـ NBA يعني على الخفيف. انا ما احب اسالك قلت لك. فللحين مو قادر تتاقلم عدل. وبالقدم منو تشجع؟ خارجيا. خارجيا. خليك من المحل. اي مدريد. الله، اقول انا ليش احس ان اللقاء مرن وسهل، متفاهمين. ان شاء الله انت قلت لي النصر ياخذون الدوري والكاس. ان شاء الله. وهناك مدريد ياخذون الدوري والكاس. ان شاء الله. امور طيبه. ملت. بس خلاص ها؟ وانجح بعد ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ربي يوفقك ان شاء الله يا نواف. كل الشكر لك، وشكر لكم على حسن المتابعه. نلقاكم على خير في امان الله.